ربنا عز وجل أنزل سورة على نبيه بدايتها طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. لتشقى. نعم. الدين لمصلحة الإنسان وسعادته في الدنيا والآخرة، فإذا تحول إلى وسيلة لشقائه فليس دين الله، لأن الله يقول يريد الله بكم اليسر، ولا يريد بكم ثم العسر. مباشرة يقول ولا يريد بكم العسر. يعني لو أن أحدا أراد أن يشدد على نفسه أو على عائلته أو على مجتمعه فربنا يرفض ذلك، حتى لو قال أنا يعجبني أنا أشدد على نفسي، أنا ألتزم بكل المستحبات، أنا ألتزم بكل شيء في أقصى صورته، أصلي ساعة مثلا، ربنا يقول لا أريد هذا، لأن فيه نوع من أنواع الشقاء. والله يريد اليسر ولا يريد العسر، لكن يريد الواجب. يريد الواجب بالحد المعقول بالحد الطبيعي بالحد اللي فيه الاعتدال. هذه الظاهرة القديمة الجديدة أحيانا تكون عند فرد أو مجموعة أفراد، أحيانا هؤلاء يمتلكون مال وسلاح وقوة، فتظهر الظاهرة بطريقة موحشة، لأنه تحول الأفراد إلى أشخاص متوحشين حقيقة، حتى لو كان المظهر هو تطبيق الدين، لكن الدين هو دين الإنسانية. الدين لا يمكن أن نتجاوز في تنفيذه حدود العقل وحدود الفطرة وحدود العرف. نحن عندنا المعروف والمنكر. ما هو المعروف؟ المعروف هو الشيء الذي يراه الناس صحيح، معروف عندهم، مقبول عندهم. لذلك المتطرفين دائما أقلية، على مر التاريخ كانوا أقلية لأن العرف يرفضهم. الآن في المسلمين، إذا قلنا أن عدد المسلمين 1.5 مليار، كم عدد المتطرفين؟ كم عدد الذين يدينون المتطرفين؟ كم عدد الذين يكتوون بنار المتطرفين من المسلمين؟